ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو ده مميز جدا جدا، عايزه لايكات كتير كتير تكسر الدنيا النهارده، لايكات علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان الناس كلها مهتميه بالزيتون اليومين دول، وعايزه تعرف اسعار الزيتون في الموسم بتاعه هتكون ايه، وفي السوق كمان، وكمان ايه الانواع اللي تتخزن وايه انواع الزيتون، هنقولها كده مع بعض، وهقول لكم نبذه كده عن اسعار الزيتون، وهنخلله مع بعض ان شاء الله باذن الله. حطوا لايك بقى كتير، ويلا كده نبتدي مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة الزيتون التفاحي ده الناس كلها بتحبه جدا جدا اهو، تمام، ناس كتير قوي بتحبه، وبيبقى مليان لحم، وبيبقى كمان البذرة بتاعته ما بتبقاش كبيرة قوي، يعني التفاحي ده كل ما تجيبيها اكبر كل ما يبقى ملحم لحمة اكتر، تمام. غير العزيزي، العزيزي بتبقى التفاحة الزيتونة بتاعته بتبقى البذرة بتاعته بتبقى كبيرة شوية، وكمان بيبقى اللحم بتاعه قليل وعامل زي الجلد كده. طيب الزيتون التفاحي ده انا جايباه جامبو، اكبر حاجة في السوق النهاردة، ده اكبر حاجة جماعة، ده خدته الكيلو ب20 جنيه، في منه الكيلو ب15 جنيه. بصي بقى، ابو 15 جنيه بتلاقيه كله الزيتونة دي كده اهو، ماشي. طيب ايه بقى الفرق ما بين الزيتونة دي كده لما يبقى فيها بقع كده منقطة، وايه الفرق ما بين الزيتونة لما تبقى تفاحي وتبقى كلها خضرة بالشكل ده؟ دي بتتهري معايا بسرعة، يعني بناكل منها على طول على طول، يعني اقصى حاجة بعد اسبوع 10 ايام، والكمية اللي بتتبقى بتتهري، ده ما بيعيش كتير، ما بيستحملش الملح، ما بيستحملوش، تمام. انما ده اللي هي التفاحي بس خضرة كلها بتعيش معايا، تمام، بتعيش معايا، اللي فيها نقط كتير كده كده هو بالشكل ده ما بتعيش معاكي، يعني بتتاكل على طول. طيب دول كده انا جبت 3 كيلو، جبت الكيلو بكام؟ زي ما قلت لكم كده ب20 جنيه. طيب في بقى نوع زيتونه تاني حلو قوي قوي، لما بلاقيه بروح جايباه كده من غير اي كلام. بصوا بقى يا جماعه، الزيتونه دي اسمها زيتونه شامي، دي مش عزيزي، تمام، دي تفاحي شامي طويله كده ومليانه لحم، وبتبقى جميله جدا، من ارقى انواع الزيتون الزيتونه دي. انا جبت منها 2 كيلو بس، انا هجيبهم، يعني جبتهم عشان اخللهم واشيلهم لرمضان، لرمضان يا جيجي، ايوه ان شاء الله باذن الله، والهم بلغنا رمضان، ومين ما يسمعش كلمه رمضان وقلبه ينشرح، الهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. عايزه اقول لكم بقى الزيتونه الشامي دي تحفه وكبيره جامبو، تمام، بحبها جدا، بتعيش معايا، ما تخافيش الزيتون مش هيتهري لو انت مشيتي على نفس التكات اللي هنمشي عليها. انا جبت 2 كيلو بس من الزيتون الشامي ده اهو بالشكل ده، جبت 2 كيلو دول اللي انا هعملهم واشيلهم في برطمان لرمضان، وان شاء الله باذن الله باذن الله لو في العمر بقيه باذن الله هنفتحه مع بعض ونشوفه هيبقى شكله ايه. هخلله معاكم الزيتون الشامي ده، هخلله معاكم في فيديو لوحده، وده التفاح السريع هنخلله مع بعض وهناكل منه بعد 20 يوم ان شاء الله باذن الله. طيب هنعمل بقى الزيتون ده بخلطه حلوه قوي، والزيتون ده برده اللي هنشيله هنعمله بخلطه مميزه جدا. طيب ده انا جبته بكام النهارده؟ جبت الكيلو ب15 جنيه، 2 كيلو ب30 جنيه. طيب في بقى زيتون عزيزي، الزيتون العزيزي ده يا جماعه بيقعد كتير قوي قوي، وبتبقى الزيتونه رفيعه، بتبقى رفيعه كده بس صغيره، دي كبيره بتبقى صغيره، بيبقى الكيلو ب8 ب10 كده يعني، بس هي دول احسن انواع زيتون. ان شاء الله بقى ينزل الزيتون الاسود، الزيتون الاسود بينزل اول شهر 10، من اول 1/10 بينزل بقى الاسود، الاسود ان شاء الله برضه اجيبه ونخلله مع بعض باذن الله، واوريكم ازاي تعملوا زيتون اسود في البيت. بصوا حاجه كده وهم ان شاء الله باذن الله. طيب جبت كمان عشان نعمل الخلطه الحلوه دي، جبت الفلفل الاحمر الجميل ده علشان تديني لون وطعم، حاجه كده زي الهريسه بالظبط، هنعملها مع بعض، هعمل معاك يعني الشغل ده هيبقى شغل محترفين ان شاء الله، هعمل معاكم البرطمان هيعجبكم جدا جدا جدا، وكمان الخلطه دي بتتاكل كده وبتتغمس وبتبقى في منتهى الجمال. انا ساعات بسيب الزيتونه وباكل الخلطه دي. بكام الفلفل ده؟ جبته الكيلو ب10، جبت نص كيلو ب5 جنيه اهو، الفلفل الاحمر. جبت الجزر، الجزر الكيلو ب7، جبت كيلو الا ربع ب5 جنيه، كيلو الا ربع جزر اهو ب5 جنيه. جبت كمان كرفس، دول حزمتين من الكرفس، حزمتين كبار كده زي ما انتم شايفين، الحزمه الكبيره دي ب2 جنيه، وفي حزمه بجنيه، انا جبت حزمتين لان انا بحب ريحه الكرفس قوي وطعمه، ده الكرفس البلدي بحب ريحته وطعمه في المخللات بجد بحبها قوي، تمام. كمان جبت ليمون، ده الليمون ده يا جماعه جبته من السوق اهو، ده الليمون اللي هنستعمله
للزيتون، تمام؟ ده هيتعصر وهوريكم ازاي هنعصره ونطلع منه كميه كبيره جدا، ومش هنرمي القشر. وما تقلقيش القشر مش بيمرر، عشان في ناس كتير بتقول ان القشر بيمرر، مش هيمرر معاكي خالص. هنشوف ازاي ننزل اكبر كميه عصير. بصي بقى، ده الكيلو ب 4 جنيه، ده الكيلو ب 4 جنيه، جبت كيلو وربع ب 5 جنيه، اهم دول كده اهو، كيلو وربع ب 5، تمام؟ كيلو وربع ب 5. جبت الفلفل البلدي ده، انا كنت عملت لكم حلقه قبل كده على تخليل الفلفل البلدي لوحده، بس انا بحب اخلل الفلفل زي ما هو كده مع الزيتون، بيشرب من طعمه والتتبيله وكمان من ريحته، والزيت بتاع الزيتون بينزل عليه ويبقى طعمه حلو جدا جدا جدا، بيسيبه المخلل وياكله كمان مع الخلطه الفلفل ده. وازاي الفلفل معاكي ما يتهريش ابدا، كمان هنعرف ازاي سر الفلفل معانا في الزيتون. ده بكام الكيلو؟ ده الكيلو ب 6، جبت نص كيلو ب 3 جنيه. جبت كمان ده بقى زيتون، ده بقى قصدي ليمون اهو. بصوا بقى الليمون الكبير ده، الجامبو ده اهو، بصوا الليمونه ما شاء الله كبيره ازاي، شايفين الثلاث ليمونات مالين كف ايدي ازاي. ده بقى كيلو ونص ب 10، ماشي؟ انا جبت كيلو ونص عشان ده انا هخلله معاكم بالعصفر وحبه البركه، وهعمل له خلطه كده حلوه قوي 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 هتعجبكم ان شاء الله، واحط فيها كمان جزر واحط لكم فيها كرفس، هنشوف كل حاجه، مش عايزه احرق لكم الفيديو. طيب يا جيجي، مش نستنى الليمون الاصفر ونخلل الاصفر؟ لا، انا هوريكم ان الاخضر لما بيتخلل بيبقى احلى كمان من الاصفر، وبيبقى كله لحم اكتر من الاصفر. الاصفر بيبقى الجلده بتاعته رقيقه، انما مليان ميه اكتر، انما ده هنستفيد باللحم بتاعه لان ملحم في الجلد بتاعه، الجلد بتاعه كله ملحم، وفي التخليل بيبقى رائع. وهقول لك تاكلي منه بعد قد ايه، ولو عايزه تشيليه رمضان ان شاء الله باذن الله برده اعمل لك فيديو ليه. جبته ده زي ما قلت لكم كيلو ونص ب 10، جبت ده كيلو ونص اهو زي ما انتم شايفين. جبت كمان برطمان، انا بحب اجيب البرطمانات اللي هي الشفاف دي علشان ما تتفعلش معايا بلاستيك الشفاف ده. جبت ده 5، يعني ياخد 5 كيلو، ده برطمان ياخد 5 كيلو من الزيتون. البرطمان ده عامل كام؟ عامل 15 جنيه يا جماعة، تمام اهو زي ما انتم شايفين. ودي كده كانت اسعار الزيتون والحاجة بتاعت الزيتون. مش ناقصنا بس غير ان احنا هنحط مع الحاجات دي الخل والملح، وهنحط معانا حبة البركة، انا بحب احط حبة البركة، وكمان العصفر. هشتري للحاجات دي كلها ب 10 جنيه عصفر، وهشتري ب 5 جنيه حبة البركة، وكيسين ملح كده محترمين، والخل عندنا في البيت، او ممكن يا ستي نشتري ازازة خل مش مشكلة، احنا كده كده هناخد كل الحكاية هي كوباية خل بس، وهنعمل احلى مخللات واحلى الحصري ان شاء الله باذن الله مع جيجي. والابهار كله هنا، وهبهركو يعني هبهركو حبايب قلب جيجي، بس عايزة دعوة كده حلوة لجيجي، وان شاء الله باذن الله اشوفكم بقى واحنا بنقفل مع بعض الابهار ده. يلا مع السلامة.